الاستراتيجية الوطنية لخطة العمل في استخدام شبكة الانترنت في البلاد التي قام بإعدادها خبراء وفنيي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدراسة واعتماد نصوص القوانين واللوائح المدرجة في جدول الأعمال، حيث نظمت ورشة وطنية من قبل وزارة البريد وتقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة بالتعاون مع وكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأجل تقوية الكفاءات واعتماد قانون السجلات التي تسير عملية الاتصالات والتقنيات الحديثة. رئيسة اللجنة التنظيمية تومبوي إبراهيم شكرت الحضور وأشارت إلى أن ورشة اعتماد الوثائق والمستندات التي أعدت من قبل الخبراء لتطوير تقنيات تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تسهم في تطوير التواصل الاجتماعي وتقريب العلاقة بين شبكة الانترنت في الاتصالات. المدير العام النائب بوكالة تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أشار إلى أن الوكالة تعمل في سياستها إلى تطبيق قانون إدارة الأعمال. أتلي اليوم كل نقوله كلام نفاليدي تكست ده والبوينت ده يجد disponible chat en chat assamisil l'entreprise kamisil al ONG kulu idair site internet yak derrière jilena nina onantu usumana .td. المديرة العامة بوزارة البريد وتقنيات المعلومات الحديثة إليس جولدوم ممثلة للوزير أكدت بأن مثل هذه الورش التي تنظم لصالح العاملين في جميع القطاعات تساعد في تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبعد المناقشات التي استمرت يوما كاملا اعتمد وثائق الانترنت من قبل المشاركين في الورشة التي وضعت لتسيير قانون شبكة الانترنت في جميع القطاعات الاقتصادية داخل الأراضي الوطنية.